السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم ولاء من قناة البيت مع لولو. لو أول مرة تزوروا القناة بتاعتي ياريت تدوسوا على السبسكرايب وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفة جديدة أنا بنزلها. النهاردة أنا جاية أقدم لكم الحجازية بتاعت الأفران، حلوة جدا 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 جدا، وصفة سهلة وبسيطة وتنفع للفطار بمكونات موجودة في كل بيت، وتقدري تعمليها في أي وقت، وعايزة أقول لكم تحفة جميلة اتنسفت في يوم. يلا بينا ندخل على مقادير الوصفة وتشوفوا كل التكات، تابعوا الفيديو علشان تشوفوا كل التكات اللي تطلعها معاكي ناجحة. أول حاجة أنا محتاجة معاكم دول 2.5 كوباية دقيق. أنا استخدمت معيار كوباية كبيرة، هي دي المعيار اللي انت هتستخدميه في بقية المقادير. 2.5 كوباية. دي 1.5 كوباية سميد. طبعا لو حباها تكون طرية جدا جدا تقدري تستغني على 0.5 كوباية من السميد ده وتحطي 3 كوبايات دقيق وعليهم 1 كوباية سميد. هحط معاها الخميرة، برضو هحط 1.5 معلقة او 2 كبار خميرة عليها كده على طول. بحط كل المقادير الجافة كلها مع بعض وحط معاها ذرة الملح وكمان هحط عليها 2 معلقة سكر او 2 سكر. والاهم بقى من كل ده، الحاجة اللي بتديها ريحة حلوة قوي، 2 معلقة كبيرة من ريحة الكحك. تقدري تحطي اي ريحة انت عايزاها، تستخدمي اي روايح من اللي موجودة عندنا المتوفرة تقدري تحطي. هخلط المقادير دي كلها مع بعض وحبدأ ان انا في المرحلة دي ان انا حبدأ احط السمنة. انا حاطة 1.25 كوباية سمنة على زبدة. بحط جزء واشوف هل هي محتاجة تاني ان انا احط لها سمنة ولا لا، لان في دقيق بيشرب السمنة قوي وفي دقيق لا. انا حاولت ان انا اخلط كل المقادير مع بعض. تقدري تستخدمي ايدك على اساس توصل كل المقادير كلها مع توصل لها كل السمنة. كده انا حطيت كل المقادير بتاعه الزبده اللي معايا. عايزه اقول لك كمان على خطوه مهمه جدا، انا عايزه تحطيها في حاجه واسعه شويه علشان تقدري تعجني كويس العجين. كمان تختاري نوع الزبده او السمنه، لازم يكون نوع كويس قوي علشان هو ده اللي بيديلها الريحه الحلوه اللي احنا بنشمها. انا هنقلها في حاجه اكبر علشان ابدا اعجن بالميه الدافيه. طبعا مقدار الميه الدافيه ده اي مقدار حسب ما تحتاج معاك العجين. انا هنا نقلتها في حاجه اكبر وهبدا ان انا اعجنها. بتاخد هي ميه كتير قوي لان السميد بيشرب الميه. انا مش عايزاكي تكتري الميه قوي، اول ما تبدا العجينه تلمي معاكي خلاص تبداي توقفي الميه، لان الميه بتنشفها وبتخليها تنشف معاكي بعد السوى. انا هغطيها وهسيبها ساعة تخمر وهرجع بعد ساعة. حضر معاكم الحشوة اللي انا بحشي بيها جوه، حشوة جميلة قوي قوي بقى هتعجبكم جدا. دي 0.5 كوباية سميد و هحط معاها دي 1 كوباية سكر بني. ما عندي كيس سكر بني، تقدري تستخدمي السكر العادي وتحطي عليه 2 معلقة عسل اسود، هيبقى معاكي سكر بني جاهز. ودي مكسرات انا يعني طحناها مكسراها كده. تقدري طبعا تستغني عنها، تقدري تحطي سوداني، ما مش عايزه تحطي خالص براحتك. انا بحبها بالمكسرات فكسرت شويه مكسرات جواها وحطيتها جوه الحجازيه. وهحط معاها كمان شويه زبيب، برضو ده حسب اختيارك. حطيت كبشه كده من الزبيب وهبدأ ان انا احط عليهم 2 قرفة كبار. هو ده العنصر المهم الاساسي معايا في الحشوة، القرفة والسميد، هما دول اللي بيدوا الحلاوة اللي جوه بتبقى جوه الحشوة. مهمة قوي ان انت تثبتي الحشوة بتاعتهم وما تكونش معاكي سايلة علشان هي لسه هتخش الفرن فالسكر هيسيح، فانا مش عايزاها تبوظ وتبوظ لك العجين وتطر العجين قوي. 1/4 كوباية مية او اقل
هبدأ ان انا اخلط المقادير دي كلها مع بعض. زي ما بقولك هي مطالب ان العجين بتاع الحشوة ما يكونش عجين عجينة، يعني يدوبك بس ايه يتبل كله بالمية وخلاص. هنا العجينة بعد ما خمرت انا بس مطالب بس ان هي تهوي شوية، وانا بشتغل بيها عايزاها تكون يعني ما تكونش تكون ما تعريش العجين قوي للهواء، علشان لما بتعريه للهواء بيبوظ معاكي، ما بيكونش حلو، بينشف منك قوي. انا دهنت الصينية دي دهنتها كلها سمنة، وهبدأ ان انا افرد فيها العجين. تفرديه كده بايدك كويس قوي، بتبلي لو لقيتي العجين مش عارفة تفرديه كويس تقدري تبلي ايدك سمنة او مية وتبدأي تفردي بيها العجين. بصوا هو بيتفرد معايا بكل سهولة، بسيط قوي اهو. بحاول ان انا اوصله كله للاطراف، وهبدأ ان انا احط الحشوة. الحشوة حطي حبة حشو حلوين، يعني ما تبخليش بالحشوة. كل ما تبقى الحشوة حلوة وعالية في الصينية كل ما بتطلع معاك الحجازية حلوة قوي. انا من عشاق الحجازية جدا، بحبها قوي قوي قوي، وانا ولادي وجوزي يعني مش عايزة اقول لكم تقريبا انا بعملها 3-4 مرات في الشهر. الصينية دي بتقعد معايا من يومين لثلاث ايام، بتكفيني يعني، هي كبيرة تقدري تعملي اقل من كده كتجربة، وبعد ما تلاقيها ان شاء الله نجحت معاكي تقدري تكملي. حطيت الطبقة التانية من العجين، وبصوا انا حط في ايديا سمنة وبحاول ان انا ازيح كل الفروقات اللي موجودة في العجين، علشان انا مش عايزة عايزاها ملساء من فوق، علشان لما تيجي تخش السوا يبقى شكلها حلو. وهغطيها وهسيبها برضو تخمر نص ساعة، وبعد بعد ما خمرت هبدأ ان انا اقطعها بالسكينة. قطعي بقى اي قطعة انت حباها، يعني الصراحة انا بقطع قطعة عشوائية كده. تقدري انت تقطعي اي تقطيع انت عايزاه، صغير سمبوسك صغيرة، تقدري تقطعيها اي تقطيعة انت عايزاه. وهسخن الفرن على درجة حرارة 400. الحجازية بتبقى محتاجة درجة حرارة عالية، وهشغل عليها بس الشواية شوية. اخدت حوالي ساعة لتلت في الفرن، وزي ما انت شايفين طلع تحفة وريحتها تجنن، ريحة السمنة فيها خطيرة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، وانا واثقة ان شاء الله ان الوصفة دي هتعجبكم وهتنال اعجابكم. ولو في اي سؤال تقدروا تسيبولي في الكومنتات تحت. ما تنسوش تتابعوني على بيج الفيسبوك والبيت مع لولو، وعلى الانستجرام بتاعي ولاء احمد 961، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.